حقيقة أن هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية أو الأناشيد الدينية فهي مبتدعة اسما ومسمى، مبتدعة اسما ومسمى. لا يعرف السلف الأول شيء اسمه أناشيد دينية أو أناشيد إسلامية، وبالتالي لا يعرفون مسماها. يعني إذا كان السبحة مثلا هذا الاسم لا وجود له في اللغة، هل يعرفونها بعينها وذاتها؟ طبعا لا. ولذلك كان هذا من الناحية اللغوية دليلا صالح الاستدلال على بدعية السبحة. كذلك القول في الأناشيد المسمات في الأناشيد الدينية. والسبب أنها مع كونها محدثة ومبتدعة أنها لها آثار سيئة، منها أنها في كثير من الأحيان إذا لم نقل في أغلب الأحيان تتضمن مبالغات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الثناء عليه، ومعلوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا تتضمن مدح الرسول عليه السلام بحوادث ووقائع ومعجزات زعموها مستندا فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، ويساعدهم على ذلك في القاعدة المنحرفة عن الصواب في رأينا، وهو أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ومن فضائل الأعمال مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني القاعدة في الواقع من أسباب القوية، هذه القاعدة التي نراها خطأ، في الواقع من أقوى الأسباب في نشر البدع في الإسلام والمسلمين، لأنه بيأخذها على إطلاقها. الحديث الضعيف يعمل بفضائل الأعمال، وأول شرط أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يعرف أنه حديث ضعيف، وثاني شرط أن لا يشتد بعضه. مين هدول الجماعات المطربين والمطربين بالأناشيد الدينية بيجوا بيحققوا هذه القاعدة الحديثية فيما ينشدونه من ما ينسبونه للرسول عليه السلام في مدائحهم له عليه السلام من معجزات أو كرامات زعموا؟ يعني مثلا أسباب إنكار الأناشيد المسمات الأناشيد الدينية هو أنها تحوي أيضا أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، كالإشارة في أناشيدهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، هذا لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أنه حقيقة يحقق معنى أنه ينهي عن بعض الواجبات وعن بعض الطاعات، أنا أعرف جماعة في سوريا وفي دمشق بصورة خاصة من جماعة الإخوان المسلمين الذين في آخر أمرهم
تيسر لهم الاتصال ببعض اخواننا السلفيين ثم حضورهم لدروسنا، وكانوا يسمعون إنكارنا على أناشيد الصوفيين وأمثالهم وقصيدة البوصيري وما فيها من الشرك الصريح، فاستفادوا هذا لكن أرادوا أن يجدوا لهم بديلا، فاصطنعوا أناشيد فيها يعني إشارة الإسلام وللدين، هاي النموذج جاءه الإشارة إلى الدين والإسلام والحماس والحرارة الإسلامية. شاف نعم شاف المنظر هرب المقصود الإسلام لم يجيهم بالسلام، فصاروا يأتوا بأناشيد عصرية ما فيها الشركيات اللي موجودة في الأناشيد القديمة فعلا، لكن تلحينها أولا على نمط القديم، نمط التلحين القديم، ثم لم يطل زمن حتى انتقلت هذه الأناشيد إلى إسلاميين من نوع صوفيين وطعموها بآلات الطرب ودخلوا فيها الدف السيوف وإيش السيوف المقصود يعني، وهكذا اتطور الموضوع فصارت هذه الأناشيد الدينية العصرية ملهاتها، أصبح الشاب حتى تسرب هذا مع الأسف إلى بعض أولادي لأنهم مع الأسف لا يعيشون في إيش عصمتي، فكانوا بدل ما يحطوا مسجل يسمعوا القرآن يسمعوا هذه الأشرطة اللي في هذه الأناشيد المسمات الأناشيد الدينية، فصارت عمليا ملهات. ليس من الضروري بقى أن تكون الملهات الآلة الموسيقية فقط اللي فيها الأغاني المحرمة نصا، بل ويقوم مقام في الإلهاء عن كتاب الله عز وجل الذي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه لأشد تخصيا من قلوب الرجال من العقول في من الإبل في عقولها، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا أو قال تخصيا من قلوب الرجال من الإبل من عقولها. أمر الرسول عليه السلام بهذا الحديث والذي قبله: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، بالتغني بالقرآن، وهو لحكمة بالغة وضع بالإضافة إلى أمره بالقراءة قراءة القرآن وتغنوا به لسببين اثنين: أولا الأمر بقراءته ليس كما تقرأ الأشعار، وإنما كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام وقرأه على الناس يعني بقواعد علم التجويد. والشيء الثاني الذي وضع بعد الأمر القراءة كلمة تغنوا هو أن يستغني المسلم بالغناء بالقرآن عن كل غناء على وجه الأرض، فلا يتخذ بديله أبدا، وهذا مما ينافيه اتخاذ أناشيد دينية يتغنون بها الشباب في أوقات فراغهم، فيصدق عليهم قول الله عز وجل في غيرهم: أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو أدنى بالذي هو خير، استفهام استنكاري.
فبهذه الأسباب لا تشرع هذه الأناشيد الدينية المزعومة.